بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم أبد محمد كاتب العام ديال الجهة ديال الرباط قنيطرة سوريا. حنا اليوم متواجدين في هذا المخبزة، مخبزة ريف بالاس اللي تحدث واحد الافتتاح اليوم بافتتاح ديالها باش تبدا الاشتغال ديالها، لأن فايت سدات وعودت جهزت راسها، لأن دابا كما تتعرفوا بأن الجهة ديالنا تتشجع المستثمرين اللي مهيكلين، حنا تشجعوهم وتنعاونوهم، وحنا غاديين في الطريق اننا نهيكلوا هذا القطاع وننظموه تنظيم ممتاز، لان دابا كما تتعرفوا القطاع الى تنظم تنتج واحد المنتوج جيد وصالح للاكل، وفي نفس الوقت منتوج ماشي عشوائي، لان كما تتعرفوا حنا اكثريه في هذه الايام ولاو تفتحوا محلات عشوائيه، وهاد المحلات عشوائية تتنتج واحد المنتوج غير صحي وما عندوش حتى ضوابط وبدون رخصة بدون واجبات بدون أي حاجة، وإنما حنا كفيدرالية أو جهة تنشجعوا هاد المستثمرين الجدد اللي تيكونوا مهيكلين هيكلة حقيقية، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.